دأب سكان ولاية الأغواط مع حلول شهر ربيع الأول كل سنة على تنظيم العادة المتوارثة الميلودية والتي تجمع الكبار والصغار في مساجد الولاية. دأبنا منذ قرون، ليس في العصر الحاضر ولكن منذ قرون، والأمة الإسلامية تحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم محبة له وتعظيما له وابتغاء الأجر عند الله عز وجل. وكذلك حينما يأتي هذا الأطفال الصغار، الدافع لهم أو الدافع لذلك هم شوقهم وحبيبه وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والهدف منه تربوي. نريد أن نغرس في أطفالنا في عقولهم وفي قلوبهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قصيدة البردة للإمام البصيري والتي مطلعها مولاي صلي وسلم لها الحصة الأكبر من الإنشاد والمديح النبوي طيلة 12 يوما. والمغزى من هذه السيرة النبوية الشريفة باش ما تندثرش، تقعد تمشي من جيل لجيل، محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله هذا يجي جيل بعد جيل تقعد هذه السيرة صلاة على النبي. نجيبوا البردة كما راك سمعت لها مزية وقصائد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لتختتم الاحتفالات برفع أكف الضرعة للمولى عز وجل دعاء بالحفظ والسكينة للجزائر الحبيبة. اللهم احفظ أمننا ووحدتنا واستقرارنا، اللهم من أراد ببلدنا وبشعبنا سوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره وتدميرا عليه.